السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في أنباء بتقول إن بكرة في غلق كافيهات، وكمان مفيش حد هيذيع المباريات، يعني الموضوع هيبقى صعب جدا إن أنت تتابع المباراة. فأنا في الفيديو ده هقولك على كام طريقة كده للمواطن البسيط أو للي مش قادر يعني يشحن كارت بي إن، أو ما عندوش إمكانية إنه يجيب بي إن سبورت، أو كمان اللي مش عارف يخرج لكافيتيريا، او كمان يعني بعد قفل الكافيتيريات، فبعض الطرق اللي تخليك تتمكن من متابعة الماتش. مبدئيا كده المباراة مذاعة على التلفزيون الارضي على اون تايم الارضية، وشلبوك هيذيع المباراة، فانت تقدر تعمل اريال داخلي لتلفزيونك او لشاشتك وتستمتع بالمباراة على البث الارضي. وطبعا صورته الحمد لله في الفترة الاخيرة اصبحت كويسة، ما عادش زمن التلفزيونات اللي بتتضرب بالشبشب عشان تشتغل والجزمة والكلام ده كله. دلوقتي حاليا التلفزيونات والشاشات، وبعد ما طلعنا لجو الـ4K والسمارت كي والكلام ده كله، فما عادش فيه شغل الجزم بتاع زمان، دلوقتي فيه إمكانيات حديثة، وكمان النقل بقى حديث والصورة بقت ممتازة. كمان تقدر تتابع على النت عن طريق البث المباشر، هيبقى فيه كذا موقع بث مباشر على الفيسبوك وعلى يوتيوب عارضين الماتش، وكمان في كذا موقع او كذا برنامج او كذا تطبيق على التليفون بتاعك تقدر تتابع من عليهم الماتش، زي مثلا تطبيق الأسطورة، زي مثلا ياسين تي في، زي اوفي مثلا. كل دي تطبيقات هتذيع الماتش، او مش بتذيع الماتش، هي طبيعي بتذيع كل المباريات، وهي عليها كل الماتشات وكل المباريات، تقدر تتابع عليها كل الدوريات في العالم. يعني دي طرق بسيطة انك تقدر تتعامل من على تليفونك وتتابع الماتش بسهولة عن تليفونك، عن طريق مثلا البرامج اللي انا قلت عليها دي. في برضه طريقة تانية من عن طريق مثلا الريسيفرات اللي هي فاتحة الاي بي تي في والشيرنج والكلام ده كله، برضه موضوع سهل مش صعب، تقدر تتابع من بيتك لو انت مشترك في اي ريسيفر او عندك اي ريسيفر فيه الشيرنج، فتقدر تشتغل من على النت عادي. حلقة بسيطة عن ازاي تتابع ماتش الاهلي والزمالك ده لو معرفتش تروح تتفرج في الكافيتيريا، ولو متقفلتش الكافيتيريات تعالى عندي اسمع الماتش، وإن شاء الله فرجة ممتعة وتسعى بإذن الله للأهلي. سلام.